الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت وكالة رويترز عن تفاصيل اجتماع عقد في العاصمة بغداد بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط. وقالت الوزارة نقلا عن مسؤولين حكوميين في بغداد إن الاجتماع شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من كردستان للعراق عبر ميناء جيهان التركي، مضيفة أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق تراجع 3 مراتب من بين أكبر الحائزين على السندات الأمريكية. وقالت الخزانة إن العراق تراجع 3 مراتب بعد أن خفض حيازته من السندات خلال شهر نيسان الماضي ليصل إلى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يجب أن يبلغ حيازتها أكثر من 28 مليار دولار. وأضافت أن حيازة العراق من هذه السندات بلغت 34 مليار دولار لشهر نيسان، منخفضة بنسبة 11.45% عن شهر آذار الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات فيه 39 مليار و300 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 23% عن شهر آذار للعام 2022. انخفضت أسعار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري في البورصة الرئيسية في بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 146,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار 146,500 دينار للشراء. أما في أربيل فقد سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 146,500 دينار وسعر الشراء 146,450 دينارا مقابل كل 100 دولار. أكدت غرفة تجارة عمان الأردنية أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مستورد من الأردن خلال العام الماضي 2022. وأوضحت غرفة التجارة الأردنية أن الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت 615 مليون دينار، وهي تشكل 7.6% من مجمل صادرات الأردن للخارج، فيما احتلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية خلال العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة 1,685 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات. وجاءت الهند ثانيا بقيمة 1,273 مليون دينار لتشكل ما نسبته 15.7% من إجمالي الصادرات. أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 11,400 ليرتين تركيتين لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023. جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحادات نقابات العمال وأرباب العمل. وصرح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيخان أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 8,506 ليرات إلى 11,400 ليرتين جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل. وأضاف أن القرار يبدأ سريانه اعتباراً من الأول من شهر تموز المقبل. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.